أهلا بكم من جديد، نتابع جولتنا اليومية على بعض الأخبار العالمية في هذا التقرير. ننطلق من تونس، حيث حضرت الأميرة أميرة الطويل نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية العالمية اجتماع مجلس أمناء مبادرة صلتك، التي ترأس مجلس أمنائها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. وناقش المجلس خلال اجتماعه إنجازات عام 2011 وأهم البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الشباب العربي وتمكينهم عبر خلق فرص وظيفية، خصوصا في ظل الظروف التي يشهدها العالم العربي. كما ناقش المجلس الأهداف الاستراتيجية لعام 2012. كما حضرت الأميرة أميرة الطويل اجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور طارق يوسف الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة صلتك، ومارتيل كاراتي المدير المالي التنفيذي لدى شركة الاتصال التونسية تونيزيانا. ويهدف هذا التعاون إلى دعم قدرات الشباب وتوفير فرص العمل عبر خدمات الاتصالات النقالة. وعلقت الأميرة أميرة: صلتك هي مبادرة استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة العربية، كما يشرفني أن أكون جزءا منها بقيادة شخصية ذات رؤية وفكر صاحبة السمو الشيخة موزة. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر تترأس الاجتماع السنوي السادس لمؤسسة صلتك في العاصمة التونسية. ترأست صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة صلتك اجتماع المؤسسة السنوي السادس الذي عقد في العاصمة التونسية. تم خلال الاجتماع مراجعة أهم إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مناقشة عدد من الاستراتيجيات المبتكرة والشراكات التي ستكرسها صلتك للمساهمة في معالجة التحديات التي ستواجه توظيف الشباب في العام 2012-2013. كما شهدت صاحبة السمو بعد ذلك مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة صلتك وشركة الاتصالات التونسية تونيزيانا بشأن توفير منصة تمكن الشباب التونسي العاطل عن العمل من الاطلاع على الوظائف الشاغرة عبر رسالات هاتفية قصيرة تصلهم على هواتفهم الجوالة. وقع على الاتفاقية من جانب مؤسسة صلتك الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمؤسسة، ووقع عليها من شركة الاتصالات التونسية السيد مارشيل كاراتي المدير التنفيذي المساعد للشركة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صلتك تأسست عام 2008 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، وبدعم من نخبة من الخبراء العالميين في مجال التنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية لفئة الشباب، حيث نجحت في توفير 25,000 فرصة عمل للشباب في عدد من دول العالم العربي، وذلك منذ انطلاق برامجها الفعلية عام 2009.